الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: لي خال شقيق والدتي، وأنا عاقد قران على فتاة متنقبة ولم أجعله يراها ولكنه غضب مني، فهل يجوز له أن يراها ولو لمرة واحدة؟ وما هما المحارم لامرأتي؟ أفتوني مأجورين وجزاكم الله خيرا. لا يجوز لخالك أن يرى امرأتك، يعني أن تكشف له وجهها وأن يراها، لأنه أجنبي منها غير محرم لها. إنما الذي يجوز لزوجتك أن تكشف لهم حجابها هم الذين ذكرهم الله، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني الأزواج، أو آباء بعولتهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. فالذي يجوز لزوجتك أن يراها وهو محرم لها هو أبوك أو جدك، هو أبوك أو جدك ولو على، أو ابنك أو ابن ابنك وإن نزل. هؤلاء هم الذين يجوز لزوجتك، يعني ابنك من غيرها محرم لها، فيجوز له أن يراها وأن يسافر بها إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، يعني آباء الأزواج، أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن، أي أبناء أزواجهن من زوجات أخر، فهم محارم لزوجتك. أما خالك فليس محرما لها. أخوك أقرب من خالك، أخوك أقرب من خالك، ومع هذا لا يجوز له أن يرى زوجتك. نعم.